السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي متابعين مدونة دروس أونلاين. النهاردة نعرف مع بعض إزاي نحصل على خلفيات متحركة لسطح المكتب بدل من الخلفيات الثابتة المعروفة أو المتواجدة دائما لدينا. من خلال موقع AWallpaperMill نقدر نحصل منه على خلفيات متحركة جميلة. نقدر نفتح الموقع وفي الصفحة الرئيسية يوجد عدة أشكال أو عدة خلفيات رائعة، ومن القائمة اللي في الجنب نقدر نختار منها النوع أو تصنيف الخلفية اللي احنا عايزينه. وليكن مثلا رين، بيبدأ يديك خلفيات. لو عجبك أي خلفية فيهم تقدر تعمل له داونلود. وسبورت سيستم، الأجهزة المدعمة لل الخلفيات، يعني نقدر نركب الخلفيات دي سواء على ويندوز اكس بي او فيستا او 7 او ويندوز 8. نرجع للصفحة الرئيسية، موجود خلفية اسماك كويسة جدا. نضغط على داونلود لتحميلها. بيبدأ يقول لك تبدأ تظهر قائمة التحميل، فهو ظاهر السلانة بيقول لي انت حملتها قبل كده. وبالفعل انا حملته عندي على سطح المكتب، وحجمه 10 ميجا، وفي اشكال حجمها 3 ميجا، طبعا اشكال خفيفة. كل اللي بنعمله ان احنا بنضغط مرتين على الشكل اللي احنا عايزين نخليك خلفية سطح المكتب. بيبدأ يشوف زي ما احنا بعض شايفين، نضغط على hide this window. زي ما انتم شايفين اسماك متحركة، منظر رائع، حاجات جميلة. ونقدر برضو من داخل الموقع زي ما احنا قلنا ان احنا نقدر نشوف اشكال تانية بنجرب، ونحمل عندنا على سطح المكتب اكتر من شكل نقدر نجربه. ولما نحب نغلق الشاشة دي او الخلفيات دي على الشاشة دي، كليك يمين وبنضغط على اكست. وبكده اكون انتهيت من درس النهاردة. اتمنى يكون الدرس عجبكم، وما تنسوش الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والاعجاب بالفيديو، وايضا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك دروس كمبيوتر اونلاين. والى اللقاء في درس اخر من دروس اونلاين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.